فبجد انا لو رجع بيا الزمن مش هغير اي حاجه. اهلا واضح، انا بسمع. عندي حوالي 7-8 سنين، وكان في مجموعه من صناع الافلام التسجيليه اليابانيين كانوا بيعملوا سلسله افلام عن الحضارات القديمه، فكان في فيلم عن الحضاره المصريه القديمه، وبعد قصص كتير جدا اختاروني ان انا ابقى الوش اللي في الخلفيه طول الفيلم على اساس انه وش مصري. سؤال صعب قوي، بس فاكره مره كنت قاعده في الويكند عند ابويا، وهو ساكن كان وقتها في الدور الرابع، وما تفهميش ليه نزل راح الشغل وقفل عليا الباب بالمفتاح، فلقيت ان انا مش عارفه اخرج، وجارتي اللي في الشقه اللي جنبي كانت صاحبتي، فقمت طالعه من السور ومتمشيه بره على السور من الدور الرابع من شقتنا لشقه الجيران عشان اعرف اطلع وانزل ونزور صاحبتنا التانيه اللي هي في الدور اللي تحتينا ونقضي اليوم مع بعض وكده. ورجعت بعد شويه وقعدت في البيت وكأن مفيش حاجه حصلت، وما اعترفتش لاهلي بالموضوع ده غير مثلا من 2-3 سنين. لا، انا مش عايزه اغير اي حاجه في حياتي، لان انا مؤمنه تماما تماما، والله العظيم مش بفتي عليكي ولا بقول اي كلام، بس انا مؤمنه تماما. كل واحد فينا فيه في حياته احداث مؤسفه، وفي حاجات بيجي كده في لحظه تجلي يقول يا ريتني ما كنت عملت كذا، بس انا بجد مصدقه انه كل تجربه مريت بيها في حياتي والوحش قبل الحلو هو ده اللي عملني البني ادمه اللي انا فيها دلوقتي. فبجد أنا لو رجع بيا الزمن مش هغير أي حاجة. من أكتر الحاجات اللي ممكن تخليني متوترة إن أنا أحس إن أنا في وسط ناس مش عارفة أبقى على طبيعتي معاهم وما عنديش حاجة أقولها. من أسوأ الكذبات اللي كذبتها في حياتي مثلا، كنت حامل وكان في اتفاق بيني وبين ابو بنتي انه مفيش تدخين في الحمل، ممنوع تماما، وضعفت وخدت سجاره ونسيت الولاعه في جيب البنطلون. هو كان راجع من الشغل فبيسلم على فلاقى الولاعه، ايه ده؟ قلت له دي كنت ناسيها في البنطلون من زمان. قال لي من زمان ما حسيتيش بيها؟ لا، اصل وانا في الشغل دي كانت بتاعت فلانه ونسيتها فاخدتها في جيبي ونسيتها من زمان. فتحولت لشخص بيهدي مش بيكذب. لا، انا ما فاشله في الكذب. شكرا، واضح.